أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الاستثمار في المواطن هو الاستثمار الناجح الذي سيعود خيره على الوطن وأبنائه، منوها بدور الطاقات الشابة في عملية التطوير والدفع بعجلة التنمية نحو ما يتطلع إليه الجميع مما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشار سموه حفظه الله إلى أن عمليات التطوير والتحديث مستمرة، وسنسعى دوما لتوفير الفرص أمام الكوادر الوطنية من أجل الإسهام فيها بحيث ينعكس أثرها على الوطن والمواطن، مشيرا سموه بأن تنمية الكوادر الوطنية الحكومية هدف أساسي نتطلع لاستمراره ليكون محورا أساسيا للاستراتيجيات والخطط التنموية التي يتم العمل عليها من قبل الحكومة، لافتا إلى ما تسخر به الجهات الحكومية من كفاءات وطنية استطاعت من خلالها تحقيق العديد من النجاحات التي أسهمت في رفع اسم البحرين عاليا، والذين سنوليهم كل الاهتمام والرعاية من أجل تطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يحقق تطلعاتهم وبالتالي تحقيق أهداف الحكومة المنشودة. جاء ذلك لدى لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منتسبي الدفعة السادسة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أعرب سموه عن تهنئته لهم على اختيارهم من بين كافة المتقدمين للبرنامج بعد مراحل متعددة من التقييم بما يحقق رؤية وأهداف البرنامج، متمنيا لهم التوفيق في اكتساب الخبرات والمهارات بما ينعكس على تطورهم ونمائهم. وقال سموه إن كوادرنا الوطنية الحكومية أثبتت منذ تأسيس العمل الحكومي بقيادة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله أنها أهل لحمل الأمانة من خلال ما تحقق للمملكة من نماء وازدهار طال كافة القطاعات، واليوم فأننا عازمون على مواصلة تحقيق المزيد من المنجزات، وعليه فأن المسؤولية مضاعفة على الكوادر الوطنية لتحقيق الأهداف المنشودة، وسيتضاعف بما ينعكس على تطوير الأداء وبالتالي الخير والازدهار للوطن والمواطنين. وثمن سموه جهود القائمين على برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية وحرصهم على التطوير المستمر للبرنامج بما ينعكس على مخرجاته من الدفعات المختلفة والتي سترفد العمل الحكومي عند عودتهم لمقار عملهم، حاثا كافة الملتحقين بالدفعة السادسة اغتنام فرصة الالتحاق بالبرنامج والعمل على اكتساب المهارات والخبرات والتي ستسهم في جهود التطوير المنشودة. من جانبهم أعرب منتسبو الدفعة السادسة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على كلمات سموه لهم مع انطلاق الدفعة والتي تعد دافعا لهم نحو المزيد من الجد والاجتهاد، منوهين بما يليه سموه من حرص على الاستثمار في الكوادر الوطنية الحكومية وإيمانه بطاقاتهم في تحقيق الإنجازات والنجاحات لمملكة البحرين، مؤكدين عزمهم على تنفيذ كل ما من شأنه أن يحقق تطلعات سموه للوطن والمواطنين.